السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مازاكان بعنوان فائدة من ذهب. إخوان إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا السلسلة ديالنا اللي تكلمنا عليها، يعني اللي تخص فيما يخص كيفية التلقين. وتكلمنا الإخوان في الحلقة الماضية، قلنا بأن الطير خصو يلقى راحته معاك، خصك تهيئ ليه الجو، يعني تصاحبه وتكون يعني عاقل، ما مديرونجيش، هو ما مديرونجيش، عنده استعداد باش يحفظ، ما يبقاش ملي يدخل الظلمه ولا شي حاجه ديما حاضي فيه واحد الخوف، ما غاديش يعطي بديك الشكليه اللي بغيتي انت. وما تهاونش بهاد الحوايج، ما يبانوش داك الحوايج كيفاش عم جيد كيهضر بهاد الشيء، هاد الحوايج لا، دير هاد الحوايج، راه انت يعني لا تدري اي امر يعني اقرب اليك نفعه. دير الحوايج هادو، دير هاد الحوايج، خلي الطير يكون مرتاح. وفين كاين المشكل؟ إذا كان الطير مرتاح ونقي وطايق فيك وعاقل وأنت كتعامل معاه، فين كاين المشكل؟ هذه هواية، حبه يحبك، تقرب ليه وخلي الطير يحفظ وهو مرتاح. هذا يعني اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. نتكلموا الإخوان وبغينا نوضحوا واحد المسألة، يعني كنا شرط ليها هي ديال واش تدخل، واش تدخل الميستو او تدخل المقنين في الاول. مزيان ماشي عيب، ومن الاحسن الانسان اللي ما عندوش واحد الخبره كبيره يبدا بالميستو، راه مالي كبار في الاسبان وواصلين وكيديروا المساته، اكثريه الاسبان، اكثريه كلش اللي كنعرف انا المالي اللي سمعت بهم واللي كنعرف كيخدموا بالحي. هاد المسائل ديال الاوديو صبحات صعيبه، صبحات صعيبه، لانها ما واحد كتلقاه يعني كل خطره نضار مع كلام، عنده النوعيه الكلام، وهذه شد واحد الكلام كيف قلنا وخدم عليه، او دير واحد التركيبه ديالك وخدم عليها انت وبشويه، وانت غير مقصر غير ملاهي تتوصل ان شاء الله. اما قوه الاراء وقوه هذا ما غاديش يعني تعطيك واحد النتيجه. على اي الميستو هو الاول، دخل الميستو هو الاول، قبل ما تدخلو خص تعرف شنو الميستو غتجيب، وهذا السيد اللي غتجي ما عنده الميستو خص تعرفو وتكون تيق فيه، وما عندوش الكنار، ما عندوش شي روينه، شي كناتشا، ابيع وشري. حنا كنقولوا للاخوان الله يعاونكم في البيع والشراء، نبغيكم تكونوا بروفيسيونيل، نبغيكم لك كنتو كديروا الولد في العش 3000 ديروا لي 4000، شي نشرينا 5000 الولد، ولكن كنسمع البو، البو جبار، البو كنسمعو يعني الطير ديالو ما كاين لا كارا لا يعني، وكيحسب الطير، راه البو هو الميستو الاخوان، راه ماشي لم، البو هو الميستو، الولد كيخرج لباه. بقاش تقلب لي يعلم، انت باغي تذكر ولا باغي نتوى؟ وباغي تذكر وقلب على البو، البو يكون جبار. راه كان كيناقش معايا واحد الصديق يعني هو في الاسبان، ومن بينهم كاين داك ادواردو كيجي للمغرب في العطله ديال في لقيت القرع، وكيدور على العشاش بالطوموبيل ديالو بالعائله ديالو بحال غير من دوك السواح، وكيسمر على العش وما ياخذوش لما سمعش باه، هذا في المقنين، وما بالك في الميستو. جيب اخويا العش يكون باه جبار جبار، تبارك الله، طار كيحسب وما فيه لا كارا لا والو، كتسمعو قول اخويا هادو هما اللي باغي الوليدات ديالو، مشا كتبيعهم بهادي، انا غنزيدك هادي، عطيني الوليدات ديالو، كديرو معايا جوج نتاوي ولا ثلاثة، المهم هداك الطير ديال الزواج حتى اللي عارفو ما غندخلش في الخدمة ديالك، ولكن هاد العشيج ديالو خليهم ليا خويا، هاد الثمن ديالو. بالنسبة للنتاوي، علاش الانسان كيمشي هادي خاص بيه هادي اكاطا؟ شوف انا غنقول لك النتوى، النتوى اللي تاخد خودها الدم ديالها بارد، باش تعرف الدم ديالها بارد، وغتسول الناس اللي مختصين في الكناري، كيف كيقولو الاسبانيين يكون فلوخو، يعني فلوخو دمو بارد. علاش؟ باش ما يجيكش الميستو مصعصع. ابغى هضره نتكلم في المصيبه الكحله، واخا كيبان لك تراه تغريد، ولكن هو كلشي كي اونشيني كيدير رولمون كيدير، لانه كلامه مصعصع وما يطربكش حتى في الاذن ديالك. هذا النوع ديال اللي كاناري تقدر تاخذها في البلدي، وهي في لوخو تاخذ الصفره، داك الصفره ماشي داك الصفر يعني اللي فاقع على ولدينا، لا، داك الصفر اللي كيكون دير جيل البيوضيه، تاخذها من الابيض مجلج، ماشي مشكل يكون غالب عليه داك الصفوريه ومجلج بالكري والبيض، يعني في هذا النتاوي كيكون ماشي بحال الكرغلي
ولا خضراء ولا كرهنيه وداك هذاك الطير ميستو ديالو خاصه في التيمبرادو كيكونوا مصعصعين، صعيب الخدمه به، صعيب الخدمه به. التيمبرادو ما كيبغيش، كيبغي بحال التيمبرادو كيبغي تركيبته بوحدو. التيمبرادو الاخوان صدقوني الا بغيتي اللي كيدير المسات التيمبرادو خاصو تركيبه ديالو، لان التيمبرادو كيمشي بواحد لاركوره بواحد لي شونجمون طويله، خاصك انت تعبر وتعرف المخارج والقدرات الصوتيه ديال الميستو قبل ما تبدا معاه. الا غنهضر على المارينوا واخا هو فلوخو وبيرد ولكن عنده قدرات باش كيلعب بالكلام ويمشي طويل، كذلك الفلوطه الهارز هادو اللي كيلعبوا بالكلام طويل خاصهم كلام تركيبه ديالهم. فهمتوني يا الاخوان؟ على اين تجيب الميستو وانت مطمئن مرتاح؟ كيف تدخلو؟ جيبو وليدات، ما تجيبوش طاح من عند باه. واخي شوف حنا بين الدم ديال البو، راه قد ما كتاخد تاخد تذكر اللي هو ذكي قد ما كتجي معاه شي حاجه من العش. اذا خذو صغير، خذو صغير 7 ايام 8 ايام جيبو وكلو كيسمع تزاوق الكلام مره مره تزاوق كيف قلت لكم وضحت لكم، كيسمع الطريقه اللي قلت لكم ديال الزوان وديال كيفاش توكلوا وقضيه الكاجوه والمسائل بحال مقدي بحال الميستو. غير انت الميستو نحضي معاه في اي حاجه بانت لك، يعني ان صح التعبير خاصك تهبل معاه. معناه شي باب كتسمع شي زقيه كتحل كدير كتسمع واحد ما كديرش فيه نزيد هذاك ولا نكريسي. المسائل نهضر مع موالين الدار التلفازه وداكشي شادين تيليكوموند ديما عندهم ما يديروش ديك قناه مثلا ديال ناسيونال جيوغرافي والفراخ كاينه وهاد، لا حضي مع الميستو اللي غنوصيك، حضي مع الميستو. عندك شي رنه في التليفون، عندك شي حوايج ماشي تقول حتى كيف والو، رد البال مع الميستو. انا كنقولها لك الميكس الميستو فضولي ما كيشوفش داكشي اللي حداه، دائما هو كيقلب على النوافذ. الفرد اللي عاطيه انت الكلام هو عنده، ولكن هو كيقلب على النوافذ كيقلب ودنو. علاش؟ لان شنو اللي كيخليه فضولي هو داك الجينات ديالو ديال لي كاناري، لانه ملقى عنده الدركه تعطيه الكلام ديال المقنين، ولكن هو كيقلب على شي حوايج اخرى اللي غتشفي ليه الغليل باش يديرها كتبربيره كتبيته كبيريوكا شي حوايج من هاد القبيل هذا. ولهذا نحضي معاه. علاش؟ هو الكاخون نسد عليه الكاخون الكلام، نشمشو ملي بغي نشمش ديما التليفون معاه كيسمع الكلام ندخلو. ما نديروش بعضياتهم واحد المساله لان هذه مواضيع طويله غندخلو فيها، ف ما غطلب الوقت، ولكن غادي نديرو كيف قلنا سلسله. واحد المساله الاخوان، الميستو حضي معاه اللي يجيب لك التبيته وهو ما فيش تبيته ما جيبهاش معاه. معناه وغادي نفتح القوس هنا، كنا يعني شحال هادي كنديرو، يعني ملي كنت كندير الدروس يعني في مدرسه الكوبيه في البدايه ديالها، تكلم واحد الاخ من جل الاخوان اللي كان كيدير تما الدروس وقال واحد الكلمه، قال لك اودي الطير الميستو راه من كي بعض الناس كتشكاو كتقول لك جبد ليا التبيته وانا جبتو صغير. كيقول لهم، قال لهم هذا السيد راه بان الميستو راه ملي كيجوع كيتفكر مو وكيبدا يبيت. هذيك الساعه حنا صراحه تفاعلنا مع هذه المساله، ولكن يعني بالتجربه ديالنا وراجعنا يعني التجربه وبقينا كنبحثوا في هذه، بقيت كنبحث في هذه المساله لقيتها خاطئه، ومع كامل احتراماتي لهذا السيد اللي قالها. وانا غنعطيه المسائل منطقيه ودليل قاطع بان هذه المساله الطير كيتفكر مو كيبدا يبيت خاطئه. علاش؟ المنطقه اش كيقول؟ الطير الوليدات ملي كيجيعوا اش كيقولوا؟ كيشبطوا، ما كيقولوش تبيته، تشيبا تشيبا با تشيبا تشيبا، وكتلقاهم كاع طاروا معبهم في الخلاو غادي، وكتلقى حتى الميستو ولا كان كيخرج كاع ولا عنده واحد القدرات باش يقدر يلوح التبيته، هو باقي معمو وكتلقاه كيشبط كيشبط ملي كيجوع. فالميستو اشنو اللي كتخليه يتفكر تبيته؟ هو واحد الخطا كيديروا المولوع، ملي كيبغي يدير ليه الماكله كيجيب جوج ولا ثلاثه، دوك الماستا كيدير في خطره
كتحل عليهم الميستو يعني تلقائيا ملي كيشوف الضوء اي طير كيدير ديك بيق ايه بيق واحد النوع ديال التبيته كتجيب هي خلعه ديال الخلعه كتجيب بحال التبيته يعني اليوم هاد الخطر درتي الماكله خطر الاخر كيسمع وتا هو كيتفكر منها هاد اللي يعني ديك الخلعه وهاد لا سورتي ديال هاد الكلمه هادي كتخليه كيتفكر هذيك التبيته. فالميستو ولا المقنين من احسن انا قلت لك المقنين ما يتظلمش واخا يدخل الكاخون يبقى وغنجي نهضر على المقنين يبقى عريان ولكن الميستو من احسن الاخوان تبدل ليه في بلاصه مظلمه ما كاينش داك الضوء اللي كاين انت كتشوف الضوء كيتبان ولكن هو باش ما يتخلعش باش ما يخرجش هذا النوع ديال هذا السلاب هذا وتصدق طايح في يعني في هذا المشكل ديال التبيته بدل ليه في الظلمه كي راه كنشوف ونحضي مع رجلي ونحضي مع كاع هادشي اللي هضرت عليه نتكلم عليه هذا هو اللي كاين الاخوان بالنسبه حنا وصلنا هنا تكلمنا حدنا هنا دابا قبل ما ندخلوا الكاخون والمده الزمنيه لان بعض الاخوان الحر من الجمر يعني كيتسناو كيقول لك المده قول لنا خويا المده منين وحنا باقي ما وصلناش لهاد المده شوف المده غادي نذكرها وعاود نذكرها في حلقات اخرى انت كتدخل الطير الى ما عندكش المشكل مع البريمافيرا وما عندكش حتى شي مشكل مع شي حاجه اخرى اللي غيسمع الميستو دير هذاك المينوتري اللي كتبقى كتخدم كاسيطه يعني المره الاولى والمره الثانيه واحد الساعه الى عندك فيها هي نص ساعه كتخدم واحد الساعه وكتسكوت واحد نص ساعه وعاوتاني كتخدم وغادا حتى يكمل النهار الى عندك المشكل وخايف دير من الفجر من يعني الانسان من قويته ديال الفجر اللي ديك الصبحيه غادي يبداو الطيور كيبداو بكري حتى من الفجر طلق المسائل حتى المغرب هادشي اللي كندير انا والطير راه عنده وقيته في كيحفظ وفي كاين هو باغي الكلام باش ما تطيحش في المسائل الاخرى كيفاش تحل عليه انا من الاحسن من الاحسن الاخوان من الاحسن الا كنتي ما عندكش حتى شي مشكل ومستعد وعندك داكشي قليل من العشيه للعشيه كنحل كنسكت يعني مع ديك المغرب ملي يغرب الحال كنسكت الشجاله اللي داخله ليهم وكنخدم واحد يعني واحد الباف اللي يكون كيجمع ميديوم والهوفر وكيجمع تويتر فيها ثلاثه لانه كيخرج الكلام كامل ومن بعيد بحال طير كيهضر عليهم فهمتي كيسمعوا واحد لان ملي كتبدل انت التويتر ولا نوع اخر من لي باف كتغير الرنه شيئا ما انت ما تبانش لك ولكن الطير كتبان ليه واللي عنده ودن موسيقى كتعرف بانه راه تغير بحال طير اخر كيضرب عليهم وخليهم يتنفسوا واحد الربع ساعه او واحد الربع ساعه وهما يعني في الساك ما تحلش عليه الساك الساك علاش ما تحلش عليه الساك الميستو الميستو ملي غتحل عليه انت الساك غادي يبدا كيبتبت كيبتبت داك التبتبيت غادي يقدر يجيبو لك تبروين بحال داك التبتبيت اللي كيكون عاد القرع والميستو كيف قلنا ما عمرو ملي تدخلو وتجيبو نتا ويبغي يتزون ما عمرو يكون مع القرع نهائيا مسات بوحدهم القرع بوحدهم الميستو لا مشات تسمع من القرع تبتبيت غادي يجيبو لك تبروين وشويه غادي يبان لك بحال التبربير بسع منه ما تخليش خليه في الكاخون حل عليه باش يدخل لي غير يتنفس شويه وكيسمع طير اخر يعني بهذه الشكليه هذا وشويه ونسد عليه ما عندكش على 24 ساعه ما عندكش على 3 ايام 3 ايام هو الماكسيموم ديال هاد لي كاخون اللي كيكونوا يعني مطريطين ومحطوطين بطريقه علميه بحال الاخوان كاينين الاخوان حنا ما غنديروش الاشهار الناس ولكن على حسب اللي جربت والصنادق ديال السلع عمراني الله يجازيه بخير هذوك مزيانين وكاينين الاخوان اخرين كيصوبوا لي كاخون اللي عندهم البينه احترامات الجميع الى ما جبتش الاسم ديال انا حقاش كنتعامل مع السيد جبت الاسم ديالو تحياتي لكم الاخوان جميعا وتبارك الله عليكم مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا هاد السلسله وشيقه وغندخلوا في الولاعة كونوا على يقين غندخلوا في الولاعة الاخوان ان شاء الله ويكون تواصل حبي واخوي تبارك الله عليكم